ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحتكم كويسة. هناخد ان شاء الله مع بعض مادة اسمها مادة الاستاتستكس، مادة الاحصاء تحت رعاية باسط اكاديمي. النهاردة هناخد انترودكشن او مقدمة سريعة كده عن الاحصاء عشان نعرف هي بتتكلم عن ايه. اساس المادة اللي هي بيبقى فيها قوانين كتير جدا، بيديني سؤال وعلى اساس السؤال ده بعرف اختار القانون الصح اللي انا هشتغل بيه واعوض عشان اعرف اطلع برقم صح. طيب الاحصاء عندي القوانين اللي انا هشتغل عليها بيبقى معظمها شبه بعضها باختلافات بسيطة جدا، فبالتالي لازم اعرف احدد القانون الصح اللي انا هشتغل فيه عشان ان شاء الله الرقم اللي معايا يطلع صح. طيب النهارده هنتكلم في 3 حاجات مهمين جدا لازم نكون عارفينهم قبل ما ندخل في الشباتر بتاعتنا. اول حاجة المين اوف statistics، ايه هو الاحصاء؟ يعني ايه احصاء؟ تاني حاجة هنتكلم ايه الـ population وايه السامبل، ايه هي الـ population وايه السامبل معانا. تالت حاجة هنتكلم فيها الـ type of statistics، ايه انواع الاحصاء معانا. هنمسكها حاجة حاجة كده ونتكلم فيها واحدة واحدة. اول حاجة الـ statistics، ايه هي الاحصاء؟ الاحصاء عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن علم بيهتم بتجميع المعلومات وازاي اعرضها وازاي الخصها عشان اعرف اخد قرار مناسب وصح. هنا هو بيقول لي it's a science، عبارة عن علم من العلوم اللي انا بدرسها، of collecting fact، بيجمع لي البيانات بتاعتي typically in numerical form، عن طريق ارقام. يبقى العلم ده او الاحصاء دي بتعمل ايه؟ بتجمع لي بيانات بتبقى في هيئة ارقام، حلو، and studying or analyzing them، مطلوب مني ان انا الارقام دي ادرسها واحللها. الارقام دي بتبقى معتمده على الداتا، حلو تمام. هنا بيقول لي statistics deal with the method used in collection، بتعتمد على الجمع والpresentation وعرض واناليسيس وتحليل and interpretation of data، تمام. يبقى الاحصاء عندي او الstatistics عندي بتعتمد على ان انا اجمع البيانات بتاعتي، وبعد ما اجمع البيانات بتاعتي اعمل لها presentation اعرضها بشكل مناسب، وتالت حاجة أعمل لها أناليسيس أحللها بعد ما أنا عرضتها علشان بعد كده أعرف أوصل للنتيجة اللي أنا محتاجها، تمام؟ يبقى دي الإحصاء معانا، ده أول حاجة من اللي إحنا قلنا هندرسها. تاني حاجة عايزين نعرف إيه الـ population وإيه الـ sample، تمام؟ الـ population يعني إيه؟ الـ population يعني مجتمع، المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، تمام؟ جامعة، تمام؟ الجامعة اللي إحنا فيها ممكن يكون فيها 100,000 طالب، عدد كبير جدا. طيب اما انا اجي اعمل الابحاث والدراسات بتاعتي هل هعتمد على ال 100,000 طالب؟ ده مستحيل. اما اجي اعمل دراسات وابحاث انا مش هعرف اعتمد على المجتمع كامل. يبقى البوبوليشن فيما معناه اللي ده يعني مجتمع، مجتمع كامل انا عايش فيه ده البوبوليشن، تمام، بيبقى معتمد على الافراد كلها. طيب انا اما اجي اعمل دراسات ليا او اجي اعمل بحث في جامعة، جامعة طالبة مني بحث، هل أنا هعدي على شخص من 100,000 وأعمل عليهم أبحاث أو دراسات وأسألهم؟ ده طبعا من رابع المستحيلات. طيب إيه الحل؟ الحل اللي أنا هعمل وأعتمد على حاجة اسمها سامبل. السامبل دي معناها عينة، العينة دي بتبقى عبارة عن جزء من البوبوليشن، وليكن مثلا هعتمد على 1,000 طالب من اصل ال100,000. طيب انا دلوقتي اما انا لخصتهم ل1,000 طالب، طيب دلوقتي هعرف طبعا اعمل ابحاث عليهم، اعمل ابحاث على 1,000 طالب ولا اعمل ابحاث على 100,000؟ لا طبعا هعمل ابحاث على 1,000 طالب. طيب اما انا اعمل ابحاث على 1,000 طالب، النتيجه اللي انا طلعت بيها الكونكلوجن او النتيجه اللي انا طلعت بيها هقوم رايح معممها بعد كده عندي على البوبوليشن. يبقى تاني البوبوليشن ده بيبقى عباره عن المجتمع بتاعي الكامل اللي انا عايش فيه. اما اجي الجا ان انا اعمل دراسات وابحاث انا مش هعرف الجا له لانه بيبقى في عدد كبير جدا من الناس مش هعرف الف عليهم واحد واحد. طيب الحل بالنسبه لك ايه؟ الحل بالنسبه لي ان انا اخد عينه او جزء من البوبوليشن ده اعمل عليه دراساتي وابحاثي، واما اوصل للنتيجه اقوم رايح راجع معممها على المجتمع كامل، تمام. ده الفرق بين البوبوليشن والسامبل. البوبوليشن هنا بيقول لي اتس جروب اوف اول ايتم، بيبقى عباره عن مجموعه من كل الناس اللي موجودين عندي. السامبل هنا بيقول لي is a set of data drawn from population، بيبقى جزء من البوبوليشن بتاعي، تمام. ده الفرق بين البوبوليشن والسامبل، لازم نفهم الفرق بينهم كويس جدا لان ده هيبقى معتمد على معظم الشباتر اللي احنا هنشتغل عليه. هيقول لك هيبقى عندي بوبوليشن كامل ومحتاج اسحب منه عينه عشان اعرف اطلع النتيجه بتاعتي على البوبوليشن، دي تاني حاجه قلنا هنشتغلها. تالت حاجه
التايب اوف ستاتستكس، التايب اوف ستاتستكس هما نوعين، اول نوع اسمه descriptive statistic، تاني نوع اسمه inferential statistic. تمام، ال descriptive statistics دي معناها الاحصاء الوصفية، جاية من الوصف. تمام، وصف الحاجة. بتعملي ايه الاحصاء الوصفية؟ بتجمعلي وتلخص لي البيانات وازاي اقدر ان اعرضها في جدول. يعني الاحصاء الوصفية كل هدفها ان هي بتلخص لي البيانات وبتجمعها لي عشان اعرف اعرضها في جدول عشان اعرف احل. يبقى دي ذا ميثود، دي طريقة of organizing، في تنظيم وsummarizing وتلخيص and presenting وعرض الداتا، عرض البيانات in convenient and informative way، في طريقة مقنعة وطريقة منظمة. تمام، تاني نوع عندي ال inferential statistics. ال inferential statistics دي معناها الإحصاء الاستنتاجي. طيب الإحصاء الاستنتاجي دي بتتكلم عن ايه؟ جاية من معناها برضو انا عايز استنتج الحاجة. احنا قلنا ان احنا عندنا population وعندنا sample، حلو. طيب انا الوقت عايز استنتج البوبوليشن بتاعتي، عايز اعرف الابحاث بتاعتي وصلت في ايه على البوبوليشن. هعمل ايه؟ هسحب عينة من البوبوليشن واعمل عليهم الدراسات والابحاث بتاعتي، واما اوصل لconclusion او نتيجة هقوم رايح معممها على البوبوليشن تاني. يبقى دي هدف الاحصاء الاستنتاجية بتاعتنا. طيب الاحصاء الوصفية اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية دي تقريبا هتاخد من شابتر 2 لغاية شابتر 5، الانفرنشال ستاتستكس هتاخد من بعد شابتر 5 لغاية قبل الاخر بشوية. فالاحصاء عندي متقسمة لاتنين، نص المنهج ديسكريبتيف ونص المنهج انفرنشال. حلو، هنا بيقول لي اتس بودي ميثود يوزد تو درو كونكلوجن، بيستخدم ان انا هعرف ان انا اطلع نتيجة أو أطلع استنتاجات or inference about characteristics of population، هطلع نتيجة عندي عن خصائص المجتمع مش العينة، بس أنا في البداية بكون معتمد على العينة بتاعتي. يبقى أنا اللي عايز أوصله إن أنا أوصل لنتيجة للمجتمع. طيب المجتمع اللي أنت هتوصله للنتيجة ده إيه المطلوب منه؟ المطلوب إن أنا عشان أوصل للنتيجة هاخد عينة عشان أعرف أوصل للمجتمع. تمام، الطريقة دي بتكون معتمدة على الاستيميشن، على التقدير، بتكون معتمدة ان انا اعرف اقدر الحاجة كويس واعرف اقدر السامبل بتاعتي كويس عشان اما اجي اقدر البوبوليشن اقدرها بشكل سليم. طيب انا دلوقتي ما قدرتش السامبل بتاعتي بشكل صح، قدرتها بشكل غلط، بالتالي اما اجي اطلع النتيجة على البوبوليشن هتطلع برضو بطريقة غلط. طيب احنا النهاردة اخدنا ايه؟ النهاردة اخدنا ايه معنى الاحصاء؟ المين of statistics. تمام، الإحصاء بتتكلم عن ايه وهدفها الاساسي ايه، وايه هو population وايه هو المجتمع والسامبل. تمام، وثالث حاجة اخدناها اخدنا type of statistics، كان منها حاجتين. اول حاجة اخدناها descriptive، تمام، وتاني حاجة أخدناها كانت الـ inferential. أنا مطلوب مني إن أنا أفهم الـ introduction أو المقدمة دي كويس عشان إن شاء الله ما ندخل في شابتر 1 فيما فوق نكون فاهمين الفكرة كويس. وبالتوفيق وإن شاء الله أشوفكم في شابتر 1.